السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المكنسة أنا اشتريتها قبل كذا من علي اكسبرس، وسبق أني أعددت عليها فيديو، والآن زدت فيها معلومات، فقلت حبيت أنكم تكونون في الصورة أيضا، لأن في نقاط مهمة أبغى أشرح لكم إياها. يعني أول شيء هذه البطارية من هنا تفصلها، مجرد تضغطها تسحبها معك راح تنفصل. هذه حاولك ما تفتحها، ولا هي تفصل لك الجزء هذا اللي فيه البطارية عن الجزء اللي هي الماكينة. هذه بالضغط هنا، شوف الضغط هنا كيف تضغط، تسمع كليكات. هذه تقدر تغير فيها الرأس إذا كنا سبق أن تكلمنا عنها أو ما تكلمنا. هذا الرأس هو اللي مخصص للشبابيك، هذا الرأس هو المخصص للشبابيك، سبق أن أظن تكلمنا عنها. النقطة المهمة، لأني أنا فتحتها اليوم توهقت فيها، لكن الحمد لله حليت المشكلة. كنت بنظف الفلتر، قلت خليني اشوف شو بنظف الفلتر. اسمعوا الكليك الكليك، اذا ما سمعتوه معناته ما تركب صح. طيب انا كنت ابغى انظف الفلتر اللي هو داخلي، هذا هو الفلتر الداخلي لها من الغبار، فشلت هذه وفتحت هذه. بس خلنا نشوف اوريكم اياها، تنفتح معك بالشكل هذا او تنفتح معك بالشكل هذا، بعدين تنفك تلقى في داخلها الفلتر، وتلقى في داخلها زي الصفاية والله يعزكم المخلفات تلقى هنا. المهم انت ما تحتاج تفتح هذا اذا بغيت تنظفها، وانما تفتح هذا اللي تحت، هذا اللي انا ابغى اذكر لكم اياه اللي هو هذا. هو هذا تفتحه، شوف تفتح هذا ويطلع لك هذا الغبار، الغبار يطلع لك من هنا، هذا هو يتجمع هنا الغبار، وتقدر تنظفها من هنا بدون ما تفتح الجزء العلوي. لو احتجت انك عشان تنظف الفلتر، لان الفلتر ايضا يحتاج تنظيف، فلو احتجت انك يعني تفتح الفلتر تشيل البطارية اولا تشيل البطارية بالضغط على هذا، بعدين تضغط على هذا، لو تشوفون عليه زي علامة القفل، مجرد انك تضغطه تسحبها معك الاجزاء هذه، فينفصل الجزء هذا عن الجزء هذا. شوف كيف متركبة، ايضا لازم تعرف كيف متركبة عشان تقدر ترجعها وما تتورط. وبعدين تفتح هذا الجزء العلوي، يطلع معك فلترين، تنظفهم وترجعهم. لو ما ركبت الفلاتر بشكل صحيح زي معي اليوم، انا الصباح ما قدرت اركبه بشكل صحيح، فما ركب القطعه هذه، هذه القطعه هذه بالماكينه، لازم يتركب الفلاتر في مكانها الصحيح حتى تركب القطعتين مع بعض. يعني لو انك عانيت مشكله في هنا في الجزء هذا، لان هو شلون زي اللي يسمونها موجب، ويعني لها معنى ثاني، يعني يركبون في بعض، كل واحده لها مكان الاخر، فاذا الفلاتر ما هي موجوده في مكانها الصحيح ما راح تركب الاجزاء هذه. هذا الموقف صار معي اليوم، حبيتكم تكون على اطلاع فيه وتعرفونه، ولو واجهكم المشكله لكم تحلونها. اذا هذا الموضوع بسيط، هي من هنا تفك الراس وتغيره، يجي مع ثلاث اربع اجزاء، ثلاث رؤوس او اربع رؤوس، شيء خاص بالكنب، شيء خاص في البيت، وشيء خاص في الاماكن اللي زي الشبابيك اللي هو زي هذا، وفي شيء اطول من هذا خاص الاماكن زي الاماكن اللي زي فيها الجبسات والديكورات يوصلها. وهذا هذه اللي تطلع منها البطاريه. طبعا انت ما تحتاج تشيلها ابدا الا اذا جيت بتغير الفلاتر، حتى تقدر تغير تفك هذا الجزء بدون ما تشيل البطاريه، بس لو بغيت تفك البطاريه مجرد انك تضغطها من هنا تطلع. هذا هو مكان الشحن اللي ما يعرفه، الشحن من هنا، والعلامات الشحن شوف علامات الشحن، لكن في باقي فيه تقريبا النص. هذه قلت لكم البطارية ما تحتاج تفكها، إذا بغيت تفكها تقدر تفكها من هنا، وهذا الجزء أصلا ما تقدر تحتاج إنك تفكه إلا إذا إنك تبي تنظف الفلاتر تنظيف عميق من هنا، وتأكد إنك ترجع الفلاتر في مكان الصحيح حتى تركبون القطعين هنا. تنظيف الوساخة من هنا من هذه الفتحة بشكل بسيط، من هنا تنفتح. سلامتكم، تحيات الجميع.